فور سيك اوف تايم اي ويل انتروديوس الاستاذ الدكتور اسلام الهواري وحده امراض دم واورام الاطفال وزرع النخاع جامعه طنطا عشان تكلمنا عن موضوع مهم برضه يتشابه مع البيدياتريك اونكولوجي. والصراحه ان كل موضوع اتقال النهارده محتاج ورك شوب. انا يعني بقترح على الاستاذ الدكتور تامر حسان بعد كده ان شاء الله ان كان في العمر بقيه يعني ان كل موضوع من ده فعلا محتاج ورك شوب لوحده باذن الله. اتفضل يا دكتور اسلام. السلام عليكم. انا عارفه ان احنا running late، بس انا من الناس اللي اتعودت to run عشان انا دايما في الاخر. ف everyone who listened to me before عارف ان انا I can recap بسرعه يعني. فان شاء الله ابقى ضيف خفيف عليكم. اولا انا بس حابه اشكر chairperson وال organizing committee دكتور رائب دكتور محمد يعني for giving me this a chance. موضوع الليمفا دنابسي اللي هنتكلم عنه هيتقال بطريقة مختلفة خالص لو احنا بنكلم general practitioner أو pediatrician، غير الطريقة اللي هنتكلم بيها لو احنا قاعدين في وسط hematologist و oncologist، هيبقى كلام مختلف قوي. فخلونا to keep it simple. احنا عاوزين ايه النهاردة؟ احنا عاوزين نعرف امتى لما اشوف عيان في lymphadenopathy واشك فيه اعمل له referral. هشك فيه امتى وهشك فيه ليه؟ ده اللي احنا هنقوله النهارده. الليمف نودز بتاعتنا هي جزء من الليمفاتيك سيستم كبير قوي، عباره عن شويه اورجانز كونكتد بليمف فيسلز. الليمف فيسلز ديت كونفيينج الليمف ما بين الاورجانز. مش شغلانه الليمف نودز الوحيده اميون فانكشن، ده ليها حاجات تانية ممكن تعملها زي كيبينج ذا فلويد بالانس. هي جزء من الهيماتوبايوتيك سيستم في بعض الاوقات اندر ستريس، وده مهم جدا بالنسبه لنا في حالات الثلاسيميا والكرونيك هيموليتيك انيميز. الليمفويد اورجانز اللي هي لها علاقه بالليمفويد سيستم كله، علشان لما نيجي نعمل اسسمنت للليمف نود ما ينفعش ننساهم. على راسهم السبلين، معانا كمان السايموس، معانا كمان التونسلز والادينويدز، البايرز باتشز اللي موجوده في الانتستاينال وول. كل الحاجات دي موجوده معانا الى جانب الليمف نودز. لو حبينا نقول احنا عندنا الليمف نودز قد ايه في جسمنا، فهم تقريبا انكاونتبل، اكتر من 800 جروبس. احنا هنعرف نحس ايه ونعمل اكزامينيشن لايه بايدينا في الكلينيك. هنعرف نحس السيرفايكل، هنحس السوبرا كلافيكولر، هنحس الاكزيلري، هنحس الانجونال، هنحس البوبليتيال، هنحس الابيتروكلر، هنحط السماعه ونسمع ديسبنساين، هنحاول نجيب البارا اورتيك ليمف نودز في بعض الاوقات. انما في حاجات كومبليتلي ان اكسسبل كلينيكالي هتحتاج فورزر انفستيجيشن، زي الهايلر ليمف نودز، زي الميزنتريك، زي البورتا هيباتس. كل دي حاجات موجودة لها علاقة باللمفادينوباسي، بس أنا في العيادة مش هعرف أجيب عنها داتا كافية، فهحتاج to move on. السيجنيفيكنس بتاع موضوع اللمفادينوباسي بيجي من فكرة أن تقريباً 50% من الولد تشايلد فيزيتس لما نيجي بنفحص الطفل بنلاقي عنده لمف نود كبيرة. النسبة دي بتعلى 65% عيان جاي sick for any other reason، even لو هو مش hematological، هتلاقي حضرتك عنده برد lymph node. العدد الكبير ده موجود mainly في الage group اللي ما بين 3 سنين وخمس سنين، معظمهم benign. بس احنا هنا عشان نقول please don't miss the malignancy، حتى لو هو minor presentation أو minor ratio في الحالات اللي بنشوفها on everyday practice. أول سؤال بنسأله، هو حضرتك الاول متاكد ان السويلنج اللي بتتعامل معاه ده لينف نود عشان نسمع بقيه المحاضره ولا لا؟ خصوصا في النيك ريجون. لما بنيجي نتكلم عن سويلنج في النيك، بليز قبل ما تقول ان ده لينف ادنوباسي ميك شور ان حضرتك مش بتتعامل مثلا مع برينكيال سيست، ودي واحده من الكونجنيتال ريمينانتس بتاعه البرينكيال اورشز. هنعرفها ازاي؟ هنعرفها ان هي بتبقى ريليتد للانتيريور بوردر بتاع الستيرنوماستويد، ممكن يبقى معاها ساينس، معاها فيستلا او حاجه ثانيه. ما ينفعش تقول على طفل زي ده ان دي هيوج ليمف نود، اتس ا سيستيك هيجروما. يو هاف تو ميك شور ان انت مش بتتعامل مثلا مع انفانتايل هيمانجيوما، او مش بتتعامل مع سايروجلوسال سيست وتلاقي الطفل كله بيطلع لسانه لبره، السويلنج عمال بيطلع وينزل معانا. الحاجات دي كلها ممكن يبقى صعب علينا نشخصها كلينيكالي، فهنحتاج فورزر انفستيجيشن. وخد بالك الحالات دي هتحتاج معانا اوقات حد من السيرجري يساعدنا في المانجمنت بتاعها. لو انت اكسكلودد الحاجات التانيه دي and you are quite sure ان احنا بنتعامل مع ليمف نود، فمحتاجين نعرف هو احنا هنقول ايه للاهل اللي جايين بطفل بيقول ان عنده كلكعه في رقبته، واحنا الكالتشر بتاعتنا بتقول ان كلمه ليمف نود دي ايكوالز مالجنسي عند الاهل. بس احنا عندنا مش لازم تايكوال مالجنسي،
محتاجين نتعلم امتى هنريأشور الاهل ونقول لهم it's okay you can do nothing ignore it completely, وامتى هنبدا ندي تريتمنت ونشوف الريسبونس, وامتى هنقول we have to refer and what are the red flags for malignancy. اللي انا الصراحه لو هختار to skip the presentation كلها and to go for one slide هجو for the slide بتاعه red flags. خلونا نتفق الاول ايه الفوكابلري اللي احنا بنستخدمه. كلمه lymphadenopathy, lymph معروفه, adeno is for a gland, lymph node او gland بتاعه الغده الليمفاويه اللي بنقول عليها, and a pathology في lymph node معناها abnormality in size or consistency which is different from lymphadenitis, لان lymphadenitis means lymphadenopathy برضو بس السبب بتاعه واضح due to inflammation, فهنلاقي معاها ال cardinal signs بتاعت ال hotness وال swelling وال tenderness. الترم التاني اللي محتاجين نتفق عليه هو ايه ال generalized وايه ال localized. localized سهلة, single lymph node group في مكان واحد وخلاص. الجنراليزد لمفادينوباسي كتب الانكولوجي بتقول اكتر من 1 lymph node group, يعني لو 2 هنعتبرها جنراليزد, كتب الجنرال بيدياتريكس بتقول اكتر من 2 يعني من اول 3. الاكيوت لمفادينوباسي في اول اسبوعين, ما بين اسبوعين واربع اسابيع هنقول عليها سب اكيوت, وبعد كده هنقول عليها كرونيك لمفادينوباسي. عشان تو بي سبيسيفيك هو ايه الرقم اللي انا هقف عنده واقول ذس از لمفادينوباسي, محتاجين تو جو فور فورزر ايفالويشن. أقل منه I can ignore it لو ما فيش red flags. خلونا نتفق على حاجة. Supraclavicular lymph node of any size at any time is an indication for further workup. خلاص مش هنتكلم في النقطة دي تاني. Supraclavicular محطوطة في مكان لوحدها كده عشان it's usually associated with malignancy. لما نيجي نتكلم على cervical nodes في كلام إن هي أقل من 1 سنتي ولا أقل من 1.5 سنتي هنعتبرها non significant. بيجي نتكلم على الانجونال نودز, لا دي احنا شور ان هي 1.5 سنتي فيما فوق هنتعامل معاها. اكزيلري نودز اكتر من سنتي, ايبتريكولر نودز هنتعامل معاها لو هي اكتر من نص سنتي. خليكم فاكرين اول ريد فلاج اتكلمنا عنه النهارده هو السوبرا كلافيكولر نود اوف اني سايز. طب الكونسيستنسي, احنا في العادي لما بنحس اللمف نودز بنلاقيها فيرم. لو لقيت فيها سنترال سوفتنس معنى كده ان احنا ممكن يكون فيها ليكوفاكشن او باس فورميشن. لو لقيت hard node, rubbery node, mated nodes, please refer. Refer سواء إذا كانت طلعت في الآخر infection أو طلعت في الآخر oncology, في حاجات كده دي من الريد flags ما ينفعش نعديها. ففي consistency كده أول ما أشوف العيان وأحس الليمف نود ألاقيها hard أو ألاقيها fixed لل underlying structure, دي مش هتنفع تعدي مهما كان الكلام اللي احنا بنقوله على إن الطفل فيه حاجات تانية ولا ما فيهاش حاجات تانية. الليمف نود هتكبر for multiplicity of reasons مش هنتكلم عنها وهنفوتها كلها. ممكن تكبر لأسباب من خلايا جوه الليمف نود نفسها أو cells تانية infiltrating الليمف نود أو abnormal material في storage دخلت الليمف نود. هرجع تاني وأقول اللي دكتورة إيمان قالته, لو حد من أصحابنا حتى لو هو physician كلمني وقال لي أنا حاسس كلكي في رقبة الطفل وشايف إن هي الليمف نود, هقول له I'm sorry إحنا محتاجين نقعد عشان نسأل شوية أسئلة ومحتاجين نتكلم بعد كده في ان احنا نعمل جود اكزامينيشن للطفل ده. لما بنيجي ناخد هيستوري تيكينج محتاجين نتعلم نسال ايه الريليفنت كويستشنز فور لمفادينوباسي. لو حضرتك عايز اجابات صح محتاج تسال الاسئله الصح الاول. ايه الاسئله الصح؟ اولا احنا في الاول كده بنقول هو في فاميلي هيستوري اوف مالجنسي ولا لا, عشان دي جيم تشينجر في الهيستوري تيكينج. بعد كده بنبدا نسال طب هي الليمف نود دي كبرت فجاه, طب هي بقى لها فتره قد ايه, حجمها قد ايه, بيزيد ولا لا, طب انت حاسه اي سويلنجز كأم وانت بتتعاملي مع الطفل في اي مكان تاني في جسمه, طب احنا الطفل ده في ريسنت هيستوري اوف انفكشن, سخن قريب دخل المستشفى كان بياخد انتي بايوتكس, عنده مشاكل في حاجه تانيه, طب الطفل ده في كونستيتيوشنال سيمتومز, الولد ده بيسخن ان اكسبلين فيفر, في نايت سويتنج, في ويت لوس. نفس الريد فلاجز دي قالها دكتور حنفي وقالتها دكتورة إيمان, لأن دي حاجات ما ينفعش نفوتها في طفل جاي إحنا عندنا علامة استفهام فيه إن فيه malignancy. Please respect the constitutional symptoms, fever, night sweating, weight loss, bad general condition. الحاجات دي cannot go unnoticed لو إحنا بنتحاول نتعامل مع الطفل for assessment for malignancy. لما بيجي ناخد هيستوري بنسال كمان هل الطفل ده الجنرال ستيت اوف هيلث بتاعته عامله ايه, كان بيظهر له راشز قبل كده, معاه ارثرايتس, طب كان مسافر في حته تانية في ترافل هيستوري, طب هو اكسبوزد لحد كان عنده انفكشن, في حد في العيله بياخد تريتمنت فور تيربكلوزس ولا لا,
asking the right questions معناها ان احنا بنشوف العيان ده عايش في بيئه شكلها ايه. طب عنده قطه، طب اتفربش من قطه قريب، الحاجات دي كلها عشان ناخد داتا كامله قبل ما move on to examination. وخلونا نتفق الـ examination of lymph node مش معناها ان انا هحس الـ swelling ان الام قالت لي عندي swelling هنا، لا ده احنا بنعمل assessment للـ draining site. يعني الام لو جايه بتقول في cervical lymph node انا محتاجه اسس الهيد والنيك كلها، شوف السكالب فيها ليجنز ولا لا، في مشكله في التونسلز، في مشكله في الاير، في الاير، في دنتال كاريس. كمان مش معنى ان انا لقيت الليمف نود سويلنج في النيك او في الاكزيلا ان انا ما اعملش ابدومينال اكزامينيشن. ان اول كيسز اوف ليمفادينوباثي انا محتاجه اعمل فول اكزام. العيان ده هيطلع على سرير الكشف وهنحس الابدومين ونشوف الليفر كبير، السبلين كبير، الاثنين كبار ولا لا، هبص على السكين بتاع العيان، هو فيه بالور ولا ما فيهوش بالور، العيان ده فيه بليدنج مانيفيستيشنز، فيه بيربرك سبوتس ولا لا. ودايما الكلمه اللي انا بحب اقولها حتى للستودنتس والنواب بتوعنا، يو سي وات يو نو، الحاجه اللي حضرتك مش عارفها مش هتشوفها حتى لو قدام عينك. طلب الطب كلهم بيبقوا مفكرين النقط الحمراء اللي في الجلد دي كلها انسكت بايت، بعد ما ياخدوا درس البيربرا بيبداوا يشكوا في كل انسكت بايت ان هي بيربرا. فلازم يبقى في داتا كده في دماغنا احنا عارفين ان احنا بندور عليها علشان نلاقيها، لان انا لو هي مش في دماغي عمري ما هلاقيها حتى لو واضحه تماما. الريد فلاجز يا جماعه، الليفر والسبلين الكبار ريد فلاجز مهما كان حجم الليمف نود صغير، البريزنس اوف بيتيكيو بيربرو بالور ريد فلاجز مهما كان حجم الليمف نود صغير. لما نيجي للليمف نود، لو حضرتك لقيت ليمف نود جروب واحده، يو ار اوبلايجد ان انت تكزامن كل الليمف نودز الاكسسبل. لقيت cervical you have to go for the axilla, for the groin, for the popliteal region. خد بالك من supraclavicular. ولما تبص على lymph node هتكومنت على السايت والسايز والشيب والconsistency والسكين فوقيها شكله عامل ازاي، طب هي affected to underlying structures ولا لا، كل الحاجات دي we have to go for it. عشان ايه؟ عشان اوصل لفاينل diagnosis. الحقيقة انا مش هتكلم في الفاينل diagnosis لان احنا ده هياخد مننا وقت طويل قوي to list، مجرد بس ان احنا نقول هي ايه الكوزز بتاعه الجنرالايزد لينفادينوباثي وايه الكوزز الاكتر بتاعه اللوكالايزد لينفادينوباثي. بس هاخد من وقتكم دقيقه نتكلم هو ايه الكوزز بتاعه الاكيوت versus الساب اكيوت versus الكرونيك. لما بنتكلم في اول اسبوعين من الليمف نود انلارجمنت دايما بتلاقوا في الكلاسيفيكيشن الانفكشن واخده الابر هاند، سواء الانفكشن دي لوكال في الدريننج سايت او الانفكشن دي سيستميك فايرال انفكشن زي الابشتاين بارو سايتوميجالو. يليها شويه بنتكلم على الاميون ديس اوردرز سواء اوتو اميون ديس اوردرز او حاجه زي الكوازاكي، وفي الاخر بيبقى عندنا المالجنسي موجود بس عليه علامه استفهام. ده في اول اسبوعين. من اسبوعين لست اسابيع الاوردر لسه زي ما هو، بس ببدا افكر في حاجات مش غالبا من الدريننج سايد، بنبدا نفكر في سيستميك انفكشن، وبيدخل معانا البارتنولوزس والكات سكراتش ديزيز، وبيدخل معانا التي بي، وبتدخل التوكسوبلازما. بعد الست اسابيع الاوردر بيتغير تماما، بتتحط المالجنسي از توب برايورتي. هبدا افكر ان الليمف نود البرزيستنت طول الفتره دي محتاجين حد بتاع انكولوجي يبص عليها، وي نيد تو ريفير ذس بيشنت ات ذس بوينت حتى لو مش لاقي اني ريد فلاج اللي احنا لسه ما كملناهمش. بنعمل ده واحنا عارفين ان احنا في سيكونس اوف انفستيجيشن كده المفروض نفكر فيه، هاو اند وين تو انفستيجيت. كل عيان جاي بليمف نود هعمل له انفستيجيشن؟ لا، الطفل اللي جاي جنرالي ويل ما فيهوش اي حاجه، والليمف نود سايز بتاعه تقريبا اقل من نص سنتي وموجود في السيرفايكال ريجون، والام اكتشفته بالصدفه او انا اكتشفته بالصدفه وانا بعمل اكزامينشن، ام جوينج تو ري اشور مش هنعمل حاجه. طب ليمف نود اوف سيجنيفيكانت سايز هنبدا انفستيجيت من الاول، لو معاها ريد فلاج هنريفير، معهاش ريد فلاج هنبدا نفكر في انفستيجيشنز. الانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها في الحاله دي بنقسمها انتو ستيجز. لو العيان بتاعي الليمف نود حاجه فيري سمبل وشايفه دريننج سايت ليها في انفكشن، هبدا امبيريكال انتي بايوتكس او سبيسيفيك انتي بايوتك للانفكشن ده. بعد اول اسبوع بن ايفالويت او بعد اسبوعين بالكتير قوي ونشوف السايز بتاع الليمف نود بيقل ولا لا. لو السايز بتاع الليمف نود ستيشنري او بروجريسيف وي هاف تو انفستيجيت، على الرغم ان احنا ما عملناش انفستيجيشن في الاول. يس، هنطلب ايه؟ هنطلب سي بي سي، اي اس ار، ال دي اتش، ليفر فانكشن. دي اول حاجه بنبدا نعملها اللي هو الجنرال اسسمنت. على حسب هنلاقي ايه في الانفستيجيشن هنبروسيد. لو السي بي سي دي فيها بان سايتوبينيا او باي سايتوبينيا،
ESR over 100 LDH عالي احنا بنتكلم في red flags يا جماعة العيان ده must be referred for further evaluation. لو العيان ما فيهوش حاجة في الحاجات ديت وبدأ يظهر عليه حاجات related للviral infection ندور على الإبشتاين بايو ستارتو ميجالو فيروس هنبدأ نعمل screening for TB لو في حاجة suggestive لي امتى هنطلب imaging لو حسينا في abnormality في الconsistency بتاعة النود او lymph node persistent for more than 4 weeks هننفستجيت بإيه؟ القاعدة بتقول ان احنا لو بعد اذن حضراتكم العيان بتاعنا ده في persistent lymph node وما بتتحسنش مش دايما هنعمل investigation على النود بس مش هعمل ultrasound على النك بس further investigation بعد اذنكم ونبص على الشست عشان ممكن نلاقي widening في الميديستاينم بالمنظر ده طب تختار تعمل ultrasound على النك ولا تعمل CT وتكسبوز العيان لإيراديشن أكتر زي دكتور أحمد ما كان بيتكلم تحت 14 سنة الultrasound is enough فوق 14 سنة بيبقى الincidence of malignancy أعلى لو تفتكروا احنا قلنا في الأول most cases of lymphadenopathy بين 3 سنين و 5 سنين كل ما السن كبر كل ما احتاجنا further evaluation فممكن احتاج أعمل computed tomography امتى هعمل lymph node biopsy ده السؤال اللي كلنا بنسأله لو لقيت red flag at any time هتعمل lymph node biopsy لو لقيت السايز بتاع الليمف نود بروجريسيف ديسبايت التريتمنت اللي حضرتك بتديه ممكن نحتاج نعمل ليمف نود بايوبسي لو لقيت ان العيان بتاعي فيه جنرال مانيفيستاشن سجستيف ان ده مالجنسي هنعمل ليمف نود بايوبسي اي اس ار اوفر 100 ال دي اتش رايزنج العيان بتاعنا فيه بايسايتوبينيا او بايسايتوبيدا العيان ده ممكن يحتاج يعمل بون مارو اسبريت وبايوبسي قبل ما نفكر اصلا ان احنا تو اوفر ذا ليمف نود ونصيحتي لحضراتكم بلاش احنا نطلب الليمف نود از جنرال بيدياتريشن خلينا نريفير حد تاني يطلب الليمف نود بايوبسي كتير من الحالات بتروح للجنرال بيدياتريشن يبعتها تعمل الترا ساوند وتجيله من عند دكتور الالترا ساوند عامله فاين نيدل اسبيريشن وتقول له نورمال فاين نيدل اسبيريشن از نون كونكلوسيف احنا عايزين نعمل اكسجنال بايوبسي انا عايز الليمف نود بالكبسول بتاعها بكل حاجه تتبعت يتعمل لها مش بس بنبص على شكل الخلايا ده احنا بنعمل اميونو هيستوكيمستري بنعمل فلو سايتومتري بنعمل حاجات كتير فسيبوا خطوه البايوبسي دي معلش تبقى افتر ريفيرال وهطلب من حضركم طلب بليز محدش يبدا كورتيكوسترويدز في عيان في ليمفادينوباسي والدياجنوزس لسه نون كونكلوسيف فبليز ويزهولد الاسترويدز كده احنا اكتر دولة ابيوزنج الاسترويدز فبلاش استرويدز في عيام ما وصلناش فيه الفاينل دياجنوزس دي اهم سلايدز في اليوم ايه الريد فلاجز اللي احنا قلناها طول المحاضرة واللي احنا محتاجين نروح بيها النهاردة اي عيان في سيستميك سيمتومز اوف فيفر ويت لوس نايت سويتنج ده ريد فلاج اي عيان في سوبرا كلافيكولار ليمف نود اوف اني سايز ماست بي ريفيرد presence of hepatomegaly, splenomegaly, or pulse is a red sign. العيان ده لو في generalized lymphadenopathy ومش عارف اوصل لسبب he must be referred for further evaluation. العيان ده لو في lymph node that is progressive on size or does not regress on treatment بعد 4 إلى 6 أسابيع he must be referred. This is a red flag. العيان ده شكيت فيه وطلبت X-ray لقيت widening of the mediastinum this is a red flag. العيان ده صورة الدم بتاعته فيها بايسايتوبينيا أو بانسايتوبينيا أو abnormal total leukocytic count العيان ده فيه ESR over 100 أو LDH عالي these are red flags العيان ده من أول دقيقة دخل فيها عليا أوضة الـ examination room لقيت فيه hard, fixed or mated node this is a red flag العيان ده must be referred immediately lymph node getting bigger and progressively increasing in size and كل ده واحنا ما حطناش ايدينا على سبب تاني احنا عملنا assessment local وعملنا assessment virology وعملنا لستة الحاجات اللي احنا ما قلناهاش في differential diagnosis ومش لاقيين حاجة these are the 10 red flags اللي محتاجين وقتهم ان احنا نريفير العيان how to approach بقى ونقول للأم امتى ما تقلقيش وامتى تقلقي والكلام ده كله احنا خلصنا خلاص العيان اللي فيه ريد فلاج يا جماعه هو ده التارجت بتاعي النهارده حتى لما بتلاقوا الدياجنوستيك دياجرامز بتاعه الليمفادينوباثي بتلاقي اول حاجه ايه بص على ريد فلاجز لقيت ريد فلاج ريفير ما لقيتش بعد كده نتفاهم ونتكلم في اللي احنا عايزينه اولا انا عرفت الصبح ان احنا في ورك شوبس ثانيه مهمه شغاله ثانك يو فور تشوزينج انكم تحضروا الورك